يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب متى تشوفون الفيديو. أنا توي صاحية وقلت بأسوي لي بانكيك بما أن عندي توت قرب يخلص صلاحيته. المهم بنات، هذا أول فيديو بالكاميرا الجديدة، فإذا في شي غلط، إذا التصوير مدري كيف، فاعذروني لأن صدق أول مرة أستعملها وما أدري وشلون أسوي. يعني بالموت ضبطت الزوم وضبطت الفوكس وإن شاء الله إنه يكون تمام، والحين بوريكم كيف أسوي البانكيك. خلصت فطور والحين بأفتح اللابتوب أخلص كم شغلة عندي. الحمد لله اليوم ما عندي أي يعني مشاوير أو شغل، بس عندي كم تصميم لازم أخلصهم، وفي العصر إن شاء الله بنطلع نطلع عيال أختي يلعبون تشك تشيز. طبعا ما حد متحمس أكثر من الأطفال. يا جماعة كأني بزر أتحمس لها مرة، أحد مثلي أحب مرة الأجواء هناك والبيتزا حقتهم، يعني تغيير جو، ونطلع الأطفال برضو يلعبون وينبسطون. One hour later. يلا سارة نتحدى، يلا قدام. اللي على اليمين سارة واللي على اليسار سومي اختي. انا سجل كلنا واخذ واحده. ما شاء الله سومي سلام دانك. مين هذا؟ سومي بس اصبري هنا طالع طالع. يلا بدينا بستة. شوف اليوم كم. انا ماني طالعة من هنا لان اسوي تريك بالتيك توك. ذبحتنا تقول في تريك تخلي الكروت هذه تزيد. يلا صبا اوكي. اول مره اشوف The Walking Dead، شكلها حلو. يلا ساره تعالي نجربها. Let's go. يلا خلني اثبت الكاميرا بس. يلا اوكي. How do we shoot؟ مدري like this I guess. من هنا سارة، من هنا ركزي. ريلود. كفو. احس ايوه خلاص تحمس. طبعا اكثر شيء يعجبني في تشيكي تشيز الاكل حقهم يجنن، البيتزا مره لذيذه. طبعا ما احكي لكم عن كميه الحزن، انا اموت على الكول سلو حقتهم سلطه الملفوف، وجيت ما لقيتها، احس كذا مره شعور بالاحباط. بس عادي حلوه سلطتهم العاديه اصلا، يعني خضارهم مره فريش. احلى شيء بعد اللعب البيتزا حقتهم.
يلا بعد الأكل نعد الحاش. تخليها تاني. وش ذا الصوت؟ زد طلع لنا 100. يلا الحين اضغط الزر عشان يطلعلك ال. طيب يلا تعالوا ناخذ اللعبة. يلا اختاروا واحدة. شوفوا آخر شيء وش جابوا. الزبدة إن المكان يونس. جيبوا عيالكم الصغار ولا أخوانكم وانتم بسطوا. الأكل حلو، الألعاب حلوة، مرة مرة انبسطنا صراحة. حلو أشوف كتير ثانية وأعدي. من جد. معلش. أحس الزرقة حلو ما قد بكتها. وأخيرا خلصنا. يا أهلا، رجعت الشقة وتحديدا للمطبخ. أتوقع واضح الخطة، بسوي لي قهوة مارس وقد. طريقة القهوة بس حطيت كوب كامل مثل ما شفتوا حليب، وحطيت عليه 3/4 حبة مارس. طبعا على حسب، في ناس تحبه مرة حالي فتحط حبة كاملة، وفي ناس يعني انا احبه حلا عادي معتدل فاحط 3/4 حبة من الحبة الكبيرة. وبس انتظر الين يذوب المارس واذوبه انا بنفسي بالملعقة، وانتظر الين يغلي واحطه بالكوب. وهذا السكراب اللي احب استخدمه موجود باي هير، هو لا تعتبر شوي خشب. هذا مرة حدود لقناة صيدلية النهدي من زمان. وأخيرا وصل السيروم حقي. انتظره يعني من جد من جد ما أقدر أعيش بدون هذا الشيء. ما أبالغ إذا قلت أني صار لي يمكن 6 شهور ما أتحمم بدون ما أحطه بعد ما خلص على شعري. هذا السيروم اللي كان عندي صار لي أستخدمه تقريبا 6 شهور، خلص ما بقى فيه ولا نقطة. طبعا في أكثر من واحدة سألتني إذا هو يعالج التقصف أو هو معالج. أنا أقول لكم أنا ما استخدمته كمعالج، أنا استخدمته للنفشة. أنا شعري ينفش بشكل مو طبيعي. أنا شعري ويفي، فهذا يخلي الويفز مرة 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 حلوة، يخليها كذا ما فيها نفشة، مرتبة. طبعا كالعادة ما أصير سارة إذا ما نسيت أنهي الفيديو معاكم. جالسة أسوي له إديتينج ونزل لكم الحين إن شاء الله، بس أعطوني رأيكم بالتصوير بنات، لأن صدق أول مرة أجرب. والصوت هل اختلف معاكم ولا لا؟ وبس لا تنسون تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات إنستغرام، وإلين أشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامة.